اهلا وسهلا بكل حبايبنا اللي بيشوفونا، وكل سنه وانتم طيبين وبخير. وكمان بنحيي كل حبايبنا المسيحيين، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين بالصيام الكبير، صيام طبعا 55 يوم، بس طبعا صيام كله صحه وكله عافيه، ويا رب عليهم بالخير. طبعا احنا النهارده قلنا بقى حبايبنا المسيحيين واخواتنا هنعمل اكل صيام. هو نجاته الحق هو صيامي وصحي وزي الفل، يعني احنا كمان ممكن ناكله، يعني احنا لو كناها يجرنا ايه، زي الفل، ولا لحمه ولا فراخ ولا وجع بطن ولا حاجه ابدا، كله حاجات جميله وزي الفل. هنعمل النهارده ان شاء الله مكرونه بالقرنبيط. طبعا احنا في موسم القرنبيط والبروكلي والخس والفول الاخضر، الحاجات دي كلها كتيره ورخيصه الايام دي. حتى البروكلي الكيلو بتاعه ب5 جنيه زي الورد اهو، جايباه ومعلقه لكم في الشباك، اخضر زي البرسيم. فاللي مش عاوز يحط قرنبيط يحط بروكلي، رخيص برضه وحلو. فهنعمل مكرونه بالقرنبيط، وهنعمل بتنجان بالفول الاخضر والخلطه، وهنعمل الحلو بتاعنا رز بالبرتقال، بيبقى جميل وحلو قوي، ان شاء الله هيعجبكم. هنبدا الاول بقى بالمكرونه. كتير يقولوا يا غاليه المكرونه بتعجن او بتلت. سيبك من ماركه المكرونه، المكرونه لازم تنزليها في ميه بتغلي 100%، زي كانك كده هتفوري لحمه، كانك هتغلي لحمه بالظبط. انا هعملهم النهارده بشويه مكرونه مشكلين كانوا باقيين عندي من الكشري، كان في كل كيس فيه حبه، رحت لمهم على بعض وقلت النهارده نعمل بيهم مكرونه بالقرنبيط. هنسيب الميه لازم تغلي كويس قوي، ونيجي بقى للقرنبيط. هتجيبي بقى القرنبيط، سواء بقى عاوزه تحطي لها قرنبيط او بروكلي او كوسه او خضار او اي حاجه تحبيها. الايام دي القرنبيط والبروكلي بالشيله رخاص وحلوين. هتاخدي، مش هتاخدي العنق اللي تحت، خدي الزهره دي بس كده وقطعيها سليمه زي ما هي، الصغيره دي سليمه زي ما هي كده عشان ما تتهريش اهي. هنقطفها واحده واحده زي ما تيجي معاكي، في كبير وفي صغير، على قد زهره القرنبيط او البروكلي ما تنزل في ايدك اهو. العنق بتاعها ده بقى لو انت مش عاوزه العنق وعاوزه تاخدي الزهره بس، ممكن تخليليه، وممكن تاخديه وتقطعيه رفيع وتحطيه برده، مش هيقول لا، يتقطع رفيع ياخد سوى الزهره اهو. يعني دي كده مش هنرميها، تمسكيها كده بالسكينه وتخرطيها، ما ترميش حاجه اهو، بس تقطعيها صغيره رفيع عشان تاخد سوى الزهره بتاعه القرنبيط، لان زهره القرنبيط ما بتاخدش سوى كتير. لو هتحطي العين اقطعيه رفيع كده اهو. هنحط بقى بصلايه مبشوره، ولع الاول على طاسه كده على النار، شويه زيت، هي طبعا اي نوع مكرونه انت تحبيه ويكون عندك متوفر في البيت، شويه مكرونه مشكلين زي اللي موجود عندي. وهتحطي قرنبيط، وهتحطي بصلايه مبشوره، وفص ثوم مدقوق، وطميط، يعني قطيتين كده يكونوا مضروبين في الخلاط. ولو مش عاوزه تعمليها بقطه مضروبه في الخلاط، ممكن تقطعي القطه مكعبات صغيره وتحطيها على الخلطه بتاعه المكرونه، مش هيجرى لها حاجه، تكوني بس شايلها من القشره، عشان القوطه بتاعه الشتاء بتبقى ايه، القشره بتاعتها ما بتتهريش، بتبقى ناشفه شويه غير بتاعه الصيف. يعني حتى في الطبيخ لما بنيجي نطبخ بنصفيها عشان القشره بتاعتها بتبقى عاصيه حبتين. الصيام ده بقى بيفكرنا بحاجات كتير حلو، زي ما كده بيفكر المسيحيين ان هم بيبعدوا عن اللحمه والفراخ وياكلوا حاجات بسيطه، احنا كمان بنفتكر حاجات تانية حلو، بنفتكر حاجات تانية حلو. يعني بتقعد كده تفتكر، هل رضيت امك، رضيت ابوك، مبسوطين ولا لا، بياكلوا اكل حلو ولا لا، جيرانك مبسوطين ولا لا، بتقعد كده تفتكر، بتقعد تفتكر كده حاجات كتير حلوه.
وبعدين في الصيام ابدأ صاحب حد جديد، لأن صاحبك مرايتك زي ما قلنا قبل كده، وزي ضيوفنا الكرام لما جم وقالوا إن صاحبك مرايتك. وبعدين لما نيجي نصوم سواء مسيحيين ولا مسلمين، دايما كده لو حد مخاصمينه نروح نصالحه. وبعدين ما نخاصمش حد، ونخاصم ليه؟ ده ربنا خلق لنا ودنين، نسمع الوحش بودن ونطلعه من الناحية التانية، ونسمع الحلو بودن ونحطه في قلبنا ونصره. هنحط شوية ملح وفلفل وكزبرة ناشفة، شوية ملح وفلفل وكزبرة ناشفة. اللي يحب يحط كمون يحطه في الآخر عشان يضيع ريحة القرنبيط شوية، للي ما بيحبوش ريحة القرنبيط. القرنبيط لو طلع معاكي ريحه في البيت وانت بتسلقيه او انت بتطبخيه، عود بخير كده وتروحي مولعاه وتطقطقي معاهم فصين مستكه، هتلاقي البيت ريحته بقت زي الفل. لازم البصله تكون مبشوره، ما تكونش متخرطه كبير، تكون ناعمه كده عشان ما تبانش في المكرونه وتبقى محتحته. هادي الملح والفلفل، هنشوحهم بس مع البصلة، وبعد كده قبل ما تخش ولونها يصفر ويطقطق هنروح حاطين معاها فص الثوم المدقوق. المية بتاعت المكرونة غليت، المكرونة عشان ما تعجنش حطيها في مية بتغلي كأنك هتسلقي لحمة، حابة تحطي معاها شوية ملح خير وبركة، حابة ان انت تحطي معاها قطر زيت مش هيجري حاجة. وبعدين سيبي لها روح كده، يعني ما تسيبهاش تدي وتاخد وتدي زي العدو الوحش، سيبها كده ادي لها كده قمحيتين تشم نفسها، ما تبقاش مهرية. واول لما تخلص وتلاقيها كده استوت كده وبقت بتندغ وحلوة، على طول تروحي مصفياها، ما تسيبهاش في ميتها عشان ما تنشيش، وتشطفيها بشوية مية كده من الحنفية هتنزل النشا بتاعها، ولو مش عاوزه تشطفيها براحتك، دي معاكي ودي معاكي. اهو ادينا بقى ايه في البصل عشان ما تجنبش، الفلفل بقى مع البصل يطلع ريحه حلوه قوي. وهنحط سنه زعتر، سنه زعتر عشان برضو لو ما بتحبوش، ناس كتير تحبش ريحه القرنبيط، بس القرنبيط حلو. وبعدين يعني انا عرفت ان القرنبيط ده يعني بيمنع اللهم احفظنا الاورام والحاجات الوحشه اللي في الجسم، ورغم انه الايام دي رخيص، يعني القرنبيطه صلاه النبي، انا جايباها اهي واخده منها وطبخه، والباقي حطها على الفرن اهو، وجايباها ب2 جنيه الموسم بتاعها وزي الفل. كلي مطبوخ، كلي مقلي، كلي في صينيه زي ما تحبي، كلي مخلل، واللي عاوزه تخلي القرنبيط الايام دي تخلل. القرنبيط وكرنب بطه وكرنب السبعاوي ده موسمهم. هقول لكم كرنب السبعاوي ايه، في كرنب بيبقى بحر كده تلاقي القرص صلاه النبي مدور كده، وتطبلي عليه متكوكه وحلوه، ده بنقول عليه، ويبقى الضلع بتاعه مش مضلع، ناعم كده زي الحرير. اللي ورانا ده هو ده بقى الكرنب السبعاوي اهو، ده ما تلاقيش فيه الضلع بتاعه ناشف، بيبقى سرح كده وحلو. لكن كرنب بطة بيبقى الضلع بتاعه عصي شوية وورقته تخينة. احنا يعني صلاة النبي علينا، ده احنا عندنا الغيطان بقى كله كرنباية وكرنباية كده في الوراق، تلاقي الكرنبة صلاة النبي لفة وكده من قلب الفلاح، وتفصلي وتاخديها زي الفل. ولو هتجيبها من السوق برضو كرنب رخيص، احسن كرنبايا باشا هتلاقيها ب4 جنيه وب5 جنيه، مش غالي يعني. بس انا بقى فيا ضيق، لازم كده لو لقيت غيط ولا فلاح اشمع الفتله واروح له، وافضل بقى كده حتحت وانقي الصبحه والحلوه والمنديه. يعني الفلاحين دول ببعت لهم تحية من قلبي، يعني هم أساسنا. هناخد بقى حتة توم كده، معلقة فصين مش كتير يعني،
اول البصله لما تبتدي تتشوح وتدب، عشان لو حطينا الثوم معاها من الاول الثوم روحه اقل. يا ست ام ناديه، ست ام ناديه، ايوه يا غاليه، ازيك؟ اهلا باسكندريه واهلها. ازيك وازاي صحتك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ تسلمي، اديني بعمل لك قرنبيط اهو. جميل، تسلم ايديكي. شفتيني في الحسين لما رحت الحسين هناك في الليله الكبيره؟ ايه الحسين بتقولي ايه؟ طب وطي التلفزيون عندك. شلي يا حسين واهل أيوة بيت رسول الله. سامعاني كده؟ ايوه سامعاكي، بس علي صوتك شويه. حاضر، اكتر من كده بقى. بقول لك ايه، انا جبت التوم رخيص دلوقتي. التوم، التوم جبتيه بكام؟ ب5 جنيه كيلو. ده التوم الجديد؟ ايوه بس جميل يا غاليه والله. اه، خزنتي كام كيلو؟ اسمعيني بقى هفهمك. اتفضلي. انت عندك مفرمه. اه. جيب التوم وشيل راسه. اه. شيل الراس بتاعته. اه. من فوق كده العرش بتاعه اللي زي الطينه ده. اه. وتروحي شايله البتاع بتاعه اللي هو الايدين ده اللي فوق اللي من تحت ده، وتخليه على التومه بس. اه، تشيل الشرش والراس وتفرميه بقى في المفرمه. اه جميل جميل يا غالية، انا عملته النهارده. يعني بتخزنيه وتحطيه في الثلاجه في الفريزر ولا بتعملي ايه؟ البرطمان تحطيه في الثلاجه، تحطيه في برطمانات بقى. اه، الف هنا وشفا. ولسه هتطبخي وتدقي الطم؟ لا، تاخدي جاهز على طول بالبرطمان وتروحي حاطه عليه. الف هنا وشفا، الله ينور عليك. اللي سمعنا بقى يشكر ست الحبايب دي على المعلومه الحلوه دي. انا اخلي كل الناس تشكرك. تعملي بقى التوم يبقى جميل ولا تجربيه؟ حاضر يا اختي، تسلم عمايلي. برطمانات بقى فرميه زي اللحمه المفرومه ما بتفرميها. حاضر، هجرب واقول لك. تعيشي وتعملي. خدي منه زي ما انت عايزه تحطي على الاكل. حاضر، تعيشي وتعملي. يبقى سهل معاكي، مش هتتعبي في اي حاجه. حاضر، هقدر لك الخير. نورتيني. ولادك عاملين ايه؟ الحمد لله كلنا بخير. وامك عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل. ربنا يخليهم لك يا رب. ازاي ما عندك انت وحبايبك؟ الله يخليك يا حبيبه قلبي. كله بخير تمام؟ الحمد لله، نحمد الله. يا اختي ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش من نصايحك. خدي ناديه تكلم، ناديه تسلم عليك يا ناديه بيت. هاتيها. خد. يا ناديه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ست ناديه؟ ازيك يا ست غالية، عامله ايه؟ الحمد لله يا اختي، ربنا ما يرحمناش من امك ولا من نصايحها الحلوه. الله يخليكي يا حبيبه قلبي يا رب. يا رب ما يحرمناش منها ابدا. ايه بتتصل بيكي تقول لك شويه نصايح ايه؟ اه زي الفل، ونعمل بيها. اه والله حلو. انا اول ما اشوف بتاع التوم داير اروح واخد بالي منه 10 كيلو. اه خدي مفرومية بس هو يكتر اكتر ويبقى ارخص كمان واحلى واحلى على دخلة شم النسيم. اه يا جميل. اه دي المعلقة بتطبخ على طول بيه. وانت شاطرة زي امك بقى؟ اه هنعمله ايه، الحمد لله. مقفل القدرة على فمها تطلع الحلوة لامها. شرفتونا وانستونا. النبي امان عليك، البسي لامك قبل ما تقفلي، قولوا لها البوسه دي من غالي. ماشي يا حبيبه قلبي، مع الف سلام. هنرجع للقرنبيط. هتشوحي البصله، وبعد ما تتدبل كده وتسخسخ وتصفر وتبقى حلوه، هتروحي حاطه معاها فص ثوم مدقوق بالكزبره الناشفه، وتنزلي بالقرنبيط، وتحطي سنه زعتر وسنه كمون في الاخر عشان خاطر يبقى ريحه القرنبيط معاكي حلو، وتشوحيهم وتحطي القرنبيط وتكوني مقطعاه كده ورد صغير، وتحطيهم لما يتسبكوا القرنبيط يستوي، وبعد كده تكون المكرونه اتسلقت، وهنشوف هنعمل ايه بعدين. وصفه سهله وحلوه وزي الفل. ببعت تحياتي للاستاذ علاء عبد العليم، اسكندريه واهلها، مدرس بنتعلم منه حاجات كتير قوي. المكرونه ما تخليها اول ما تحطيها قلبيها كده برضو عشان ما تبقاش لازقه وتبقى لازقه في الحل.
هنقطع البتنجان بقى عبال ما دول ايه ياخدوا كده ويتشربوا. البتنجان الايام دي فيه مبزر، احلى بتنجان تاخديه في الصيف، احلى بتنجان في الصيف. عشان بقى تجيبي بتنجان مش مبزر، تجيبي البتنجانه الرومي السرحه، مش التخينه قوي. يعني هتلاقي في بتنجان ايه الواحده تلاقي عملت نص كيلو وعملت اكتر من كده كمان وكبيره قوي، دي ما تجيبيهاش، هتلاقيها مبزره ومرره وتبقى ايه من تحت كده من البوز ناشفه. عاوزه تجيبي بتنجان رومي، جيبي البتنجانه السرحه شويه اللي ما تبقاش كبيره، وغرزي كده اهو، ايدك علمت تعرفي ان قلبها ابيض وحلو، وهترني كده، شايفه الرنه دي؟ بس لكن الايام دي في بتنجان كبير قوي كده، ده مبزر مش هيبقى حلو. ده علام عم قدري بقى هو اللي علمني ازاي انقي البتنجان الحلو. لو تقدري ما تقشريش البتنجان يبقى خير وبركه. لو عاوزه بس تعلميه كده خطين من هنا وخطين من هنا كفايه، القشره بتاعته بتبقى ناعمه وزي الفل اهو. اديله بس خطين من هنا وخطين من هنا وخلاص. اهي بص البتنجانه عامله ازاي اهي، بافته بيضه وما فيهاش ولا بذره. لكن لا جربي دي وجربي الكبيره، هتلاقي الكبيره مبزره والبذره فيها باين اهي زي الفل اهي. استاذ خالد اهلا وسهلا بيكم باهل السعوديه، كيف حالكم؟ الحمد لله احنا بخير، شفتنا واحنا في مولد الحسين. الله يسلمك. لا بس ما شاء الله تبارك الله، يعني تسلم يديك بصراحه. اتفضل. الله يسلمك. لا بس حبينا نشوف الطبخات دي ونسال عن طبخات كثيره. احنا النهارده بقى بنعمل طبخات حلوه وكمان جايبين قصب اهو. اتفضل. الله يسلمك. ايوه ست غالية. سامع حضرتك. أنا سامعاك. أيوه. ما أدري ما أدري بالنسبة للواحد اللي جاء يسأل عن طبخات كده ياخذ تعليمات عنها ولا شيء؟ حضرتك لو عاوز تسأل عن أي طبخة أو أي حاجة خش على الصفحة الرئيسية بتاعتنا على الفيسبوك، عليها كل الطبخات اللي تحبها. أنا تعبانة بالمرة يعني ما باكل بصراحة، ما باكل يعني ما باكل حتى يعني لا أكل البيت لا أكل السوق لا أكل أي حاجة. يعني عندي حتى لا رحت أنا رحت للدكتور وكل يعني حالة لا يورث في الأرض تعبان خالص. لا ألف سلامة عليك وحاول تاكل بقى إيه؟ إحنا أيوة كنا لسه بنقول إن والله شوف ما يعني شوكة ولا حاجة ولا شيء كده يعني للمعدة. ده يعني أنا على عيني كنت أجي لك أنا يا أخويا أطبخ لك الحاجات الخفيفة. أيوه نعم بس الأكل ده ثقيل أنا ما أقدر عليه. حاضر عينيا، يا ريتك جنبي وأنا كنت عملت لك شوربة خضار خفيفة وأكل من غير زيت. الله يسلمك، شوف طبخي من أحسن يعني حاجة دائما انا بقول لا حول ولا قوه، حاجه خفيفه وحاجه حلوه. ايوه اشتغل يا ابو اسمعك بس. على عيني اقعد شوف اكل النهارده ده، ده اكل خفيف ولا فيه سمنه ولا فيه اي حاجه وان شاء الله هيعجبك. لا ست غالي للمعده، شوف المعده والله العظيم انا يعني المعده عندي ما بتستعمل حتى لكن ما كل مره ما باكل شيء. ربنا ان شاء الله يشفيك ويكتب لك الشفاء. شرفتنا مع ألف سلام. يا رب يشفي كل مريض يا رب. ما المعدة بيت الداء. هنصفيها بقى كده يا ست ليلى. ست ليلى. ست ليلى أهلا وسهلا. على ست غالية ازاي؟ الحمد لله، ده انت بنت حلال، شايفه القصب الحلو اللي يستاهل بقك ده. الله يسلمك. عمري ايش اخبارك انت؟ الحمد لله. زي العيال زي الوالده كلنا بخير، كلهم بيسلموا عليك. مش
حبيت اسلم عليك. هاتيها وانا اسلم عليها. الله يسلمك عمري. تسلمي، سلمت عليكي العافيه والنور في عينيكي. اسمعي عزه، هذه كوشري هذه تعمليني لي. تسلمي. عزه هاي كوشري. تسلمي. عاوزه كشري؟ انا عينيا اعمل لك الكشري. أيوة. المصري والكشري الدمياطي والكشري الاسكندراني. ما تقصرين عمري. تسلمي، ده انت اللي ما قصرتي، عينيا الاثنين. غالي والطلب رخيص ليك. يلا مع السلامة. تسلمي، مع ألف سلامة. آه، ست جودي بقى بعتنا على ام جودي بعتنا على الصفحه، بتقول لي يا غاليه انتوا سبب ضحكتي بعد مامتي ما توفت. يا ربنا يا رب يجعلها اخر الاحزان وتعيشي مبسوطه طول العمر. ست فوفا فوفا بتقول لي يا غاليه انا عاوزه نمرتي، انا هبعت لك النمره وانت ابوها متوفي وعاوزه تتكلم، انا عاوزه اقف جنبها، يا ريت تبعتي لي نمرتك عشان اكلمك وناخد وندي مع بعض وازورك وتزورين. هننقل ده هنا. حماده دعبس بقى بيقول لي يا غاليه الدنيا يوم فوق ويوم تحت. عندك حق يا سي حماده، دايما ده بقى مع الحكمة. هنقلي البتنجان. يا هيمة. يا سي ابراهيم، علي صوتك شوية يا ابراهيم. ازيك يا ست غالية؟ ازيك يا ابراهيم، ازيك؟ الحمد لله كويس، انت عاملة ايه؟ الحمد لله. انا النهاردة هحكي لك حكاية انت وكل الاطفال اللي بيشوفونا هتعجبك قوي. ماشي، عايز طب اسمعها. عينيا الاثنين. الحلقه اللي فاتت كانت حلقه جميله قوي. شفتنا لما رحنا زرنا سيدنا الحسين؟ شفتكم. شفت هناك الجمال والناس حلوه ازاي؟ حلوه قوي. وشفت بقى الست ام المصريين الحلوه اللي قعدت تدعي لكل العرب ولكل المصريين؟ كان كلامها حلو. شفت الحب حلو ازاي؟ جميل. اكيد يا زي مامتك بالظبط، كلامها حلو. انت عارفه مامتي؟ طبعا اعرف كل حبايبي. ماشي، الحلقة اللي هتحكي النهارده حكاية؟ إن شاء الله هنحكي النهارده حدوتة حلوة قوي هتعجبك. طب ماشي، أخويا عايز يكلمك. هاتهولي. خد يا عبد الله. ألو. ازيك يا عبد الله؟ ازيك يا ست غالية؟ عامل إيه؟ الحمد لله. تعرف تغني يا عبد الله؟ طب يلا سمع غالية. يا حلاوة الأكلة الشعبية ترد الروح ومغذية. حلاوة الأكلة الشعبية. الله ينور عليك. شرفتونا وأنستونا. مع ألف سلامة حبيبي. كده نحط البتنجان ده، احنا قطعناه مكعبات. تقدري تقطعيه ترنشات يعني مدور زي ما تحب. في ناس تحب تحط تقطع البتنجان وترش عليه ملح وتسيبه شوية، تقولك عشان ينزل ميته، بينزل كل الحديد بتاعه وينزل كل فوايده في الميه المملحه دي، وبعدين بيبقى حادق برضه. انت لو جبت البتنجانيه حلوه وزي ما شفنا كده وقطعناها وما تكونش مبزره وما تكونش مره، اقليه زي ما هو كده وانشرب زيت شويه، طلعيه على ورق مطبخ يشرب الزيت، او حطيه في مصفى ونزلي عليه شويه ميه من الحنفيه من غير ما تحطي ايدك فيه، تنزلي عليه كده شويه ميه من الحنفيه وهو جوه مصفى وتسيبيه الصفى، الميه هتاخد الزيت وتنزل وهيبقى زي الفل ما فيهوش ريحه الزيت. اهو تحياتي للاستاذ عمران عزت، بحييه. حسن محمد بيقول لي يا غاليه حرام ان انت تطلعي لنا يومين في الاسبوع بس، ليه مش اكتر؟ معلش يا عم محمد، احنا بس عشان ايه؟ يا بخت من زار وخفف. ويوم السبت احنا مع غاليه معاك الساعه 6 بتبقى حلقه اللي بيطلبوها حبايبنا على الفيسبوك،
ويوم التلات بنبقى موجودين معاك اعاده، ويوم الجمعه معاك اعاده. فيا بخت بنزار وخفف، وان شاء الله كل حبايبنا اللي عاوزين اعاده تانيه تكون متاخره شويه عن الساعه 3:30 بعد الظهر، هنحاول ان شاء الله نعمل لكم اعاده على 7 8، يكونوا اللي جه من الشغل جه واللي قاعد يتفرج قاعد. انا مش عايزه حد مني ابدا. زياد الحداد زعلان مني قوي. يا عم زياد انا مش عاوزاك تزعل مني، يعني انا الود ودي محدش يزعل من غالي. ده انا يعني ده انا مش مصدقه نفسي ان غالية حبايبها عدوا داخلين في 134,000. صلاه النبي، يعني وعديناهم كمان. ده عمرو بيقول لي ده احنا عديناهم. سلامي لأحمد وسارة بحييهم، ومحمد ميدو، كل حبايبك اللي عندك يا عمرو على الصفحة نحاول ان احنا على قد ما نقدر نحييهم. جاني خبر حلو قوي. الست ليالي اللي بيا اللي دايما تقول لي كلام حلو على الصفحه، قالت لي غاليه انا هنزل مصر قريب، انا مستنياك يا ست ليالي عشان تخلي ليالي غاليه كلها فرح، هستناكي على احر من الجمر زي ما بيقول، تيجي تشرفي وتنوري. محمد إيهاب سلاماتنا ليه من أبو إيهاب بنحييه. والست بوسبوس بيسا بتقول لي يا غالية أنا عندي السكر، ربنا يشفيك، ده كاس وداير، ونظمي بس الأكل إن شاء الله تبقي زي الفل. وكلميني، ما أنا يعني أمي عندها سكر وجوزي، وكلميني وأنا أقول لك تعملي إيه، تاكلي أكل إزاي زي ما إحنا بناكل كده. اما بقى لما كنت في الحسين شفنا اغنيه حلوه قوي 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 بتاع الاستاذ سيد العربي، هنفكركم بيها ان شاء الله في الفاصل، لما نطلع فاصل هتشوفوا اغنيه حلوه قوي قوي هتعجبكم. في عاوزه كل حبايبنا على الصفحه، في ناس كتير قوي طالبه ان حلقه الحسين، اكتبوا لنا رايكم على الصفحه بتاعتنا. كل اللي عاوز يشوف الحلقه بتاعت الحسين يبعت لنا على الصفحة عشان نقدر نشوف هنقدر ننزلها لكم ولا لا. هنشوف القرنبيط، ما تسيبيش القرنبيط يتهري، ده زهر، هو متى ما تسبك في الطماطم والملح والفلفل والبصل والثوم وكل ده هندفع عليه، يعني خليه كده في روح يقرش كده كأنه زي السلطة، ما يبقاش مهري وملامحه ضايعه في قلب المكرونه اهي. اوريكم الخلطه وصلت لحد فين اهي، تبقى اتسبكت كده وما فيهاش ميه وعزلت من بعضيها، وفي نفس الوقت ما يبقاش القرنبيط اتحرى، يبقى القرنبيط في روح، تبقى الواحده بوحدتها باينه زي كده اهو، تبقى الواحده بوحدتها باينه اهو، ما يبقى ملامحه باينه، ويبقى ايه في سنه يقرش حبه كده، يبقى في روح حلو. هناخد فاصل ونطلع عبال ما نقلي البتنجان ونشوف اغنيه الحاج سيد العربي.
رجعنا تاني لحبايبنا بعد ما سمعنا الأغنية اللي فكرتنا باليوم الجميل والحسين وليالي الحسين الحلوة. اللهم صل على النبي وعلى كل حبايب النبي. هنطلع بقى البتنجان اهو. عاوزة تعمليه مدور براحتك، مكعبات براحتك. الخلطة اللي احنا نعملها دي تقدري تعملي فيها حاجات كتير غير ان انت تعمليها بالبتنجان، بتبقى حلوة. ادي البتنجان اهو، هنطفي هنا. هنيجي بقى للمكرونة. البتنجان ده بيتعمل طرق كتير. تعمليه مسقعه، تعمليه مشوي بابا غنوج، تعمليه وتحطي عليه ثوم وخل وشويه كمون وليمونه يبقى سلطه، تحطيه تقليه وتحطيه مع سلطه الخضار مع طماطم وخيار وحاجات من دي يمشي ويبقى زي الفل، وبنقليه كتير وبيبقى حلو ومغذي وزي الفل. يعني دايما كده لما امشي كده واسرح واخد بعضي كده وامشي كده في الغيطان الاقي الفل الاخضر الحلو اللي يفتح النفس. موسمه كله منه على قد ما تقدروا زي الفل، زي الشهد المقر والخس قدامكم اهو. والخس شوفوا الخس جماله عامل ازاي، الخصيه صلاه النبي ولا الكرومبه. والقصب الايام دي عندكم الفول وعندكم الخس والقصب والبروكلي والقرنبيط والكرنب، كل الحاجات دي موسيتها الايام دي. الحمد لله خير ربنا كتير قوي قوي قوي. صلاه النبي يعني. يعني الحمد لله عندنا حاجات كتير حلوه قوي، اللي يزهق من حاجه يحود على اختها. والمثل يقول صباح الفغوال ولا صباح العطار. اهو ودايما كده كل فوله وليها كيان. يا ابو عمرو، ابو عمرو، طب حاول تكلمني تاني يا ابو عمرو. ادي اهو القصب ده، يعني يتقال عليه مثل ان كنت غاوي القصب خد لك عقلتين من النص، وان كنت غاوي النسا خد رفعت الوسط. يعني القصب ده حاجه تشرح القلب الحزين، بيبقى حلو وجميل. وبعدين كان في هقول لكم عليه بقى كمان حاجه حلوه قوي. انا كده خلصت المكرونه وراح بقى للقصب. انا جايبه لكم لفشه قصب. ايه شايفين القصب عامل ازاي؟ شوفوا جماله. القصب ده حلو قوي، ده بيجلي السنين وبيقويها وتمص كده زي الفل، تمسكيه تقشريه وتخليه زي الفل. بس دايما يعني امي كانت تحكي لنا تقول احسن حاجه في القصب النص، لان انت لما تاخدي الزعزوعه اللي فوق اللي هي الجمره بتاعته دي بتبقى مسخه حبتين، مش مسكره زي بقيه العود، والجدر اللي تحت بيبقى ناشف شويه. فاحسن حاجه تاخديها من عود القصب التلتين دول كده، من بعد الزعزوعه بعقلتين لحد تحت. بس انا بقى باكل كله. امي صلاه النبي حدرجه بدرجه والعين عليها بارده لحد دلوقتي تمص قصب. لحد دلوقتي هي ام سعيد يمص قصب، ما شاء الله عليهم. يعني القصب طبعا صيامي، ده ما فيهوش حاجه. حبايبنا المسيحيين يمصوا قصب زي ما هم عاوزين. المثل يقول العود الناشف يتكسر واللين يتعسر. اللين يتعسر والناشف يتكسر. ادي المكرونه اللي بالقرنبيط اهي، بتبقى سهله وحلوه قوي. وتحطي بقى فيها زي ما انت عاوزه، تحطي لها شويه كزبره حاجه زي ما تحبي.
هنيجي بقى للبتنجان. ادي الفول الاخضر اهو، افتكرت لكم بقى حتة مثل على القصب، عشان يسلم عودك اسمع كلام جدودك. ادي الفول الاخضر، الفول الاخضر عشان تحطيه في الرز، عشان تطبخيه، عشان تحطيه في اي حاجه، لازم تشيلي القشره الاثنين، الخضرة القشره اللي بره اللي هي دي كده، وتشيلي القشره البيضة اللي جوه دي كمان، لان دي مش هتستوي، هتقب لما تيجي تحطها في اي حاجه هتقب. تاخدي كده الفوله صافيه، خضره وصافيه، لان دي بصوا ناشفه مهما تسوي فيها هتقب، فتاخديه كده زي ما ملوش حل غير كده، الا بقى لو هتاكليه كده وتقعدي تقشري وانت قدام التلفزيون بتتفرجي على غالي وهي قاعده تلت وتعجن، تاكليه زي ما هو كده الفوله بفولتها. عودوا ولادكم بقى ما ياكلوش بقى الحاجات اللي في الاكياس النايلون والحاجات دي كلها، ياكلوا بلحه، ياكلوا كده قرن فول اخضر، يجيبوا كده قرن خرشوفيه حلو، اول الخرشوف ما يطلع هنجيبه برده ونقعد ونعمل منه اصناف، ياكلوا ملانه، كل الحاجات دي الطبيعيه حلو، بدل العيال بيروحوا يجيبوا حاجات ما تعرفيش معموله من ايه. لو عندك شوية زبيب ادي العيل زبيب يمص كده وياكل زبيبة، سوداني، اي حاجة طبيعية ربنا خلقها محدش مسكها بايده ولا لعب فيها، دي خير وبركة اهو. ده كده البصل اللي هنحطه مع خلطة البتنجان. اللي ما تعرفش تعمل على ايدها كده، تعمل على حاجه خشبه ولا حاجه تخرط عليها، مالكوش دعوه بغاليه هي بتخرط على ايدها ليه، عشان محدش يتعور ويقول لي غالي انا خرطت زيك. يعني احاول اتعلم احط، انا طول عمري اصلك اقف كده واخرط على ايدي، بيتنا ما كانش فيه لا خشبه ولا بلانشه، بس هحاول اتعلم لكم برضو شويه. اصلك بيعيبوا عليا ويقولوا ايه ايه يا غاليه ده انت الناس كلها بتحبك وانت قاعده تحطي الشمع على المغربي وتعك كده وتحطي من كل طوبه على كل نص زي بعضه، السيت ولا الغنى، حتى بيحسدوني على حبايبي، ربنا ما يجيب حسد، على راي المثل غير ولا تحسد. يا ابو عمرو، السلام عليكم. اهلا يا ابو عمرو، طالت الغيبه، انت فينك؟ فيك يا ست غاليه، ربنا يديم عليك الافراح. وحشانه والله، الله يخليكي. تسلم من كل وحش. انا بحييكي وبحيي البرنامج وبحيي اصدقاء البرنامج كلهم وبحيي كل المشاهدين. تسلم. وبحيي فريق العمل وبحيي قناه الكساره العراقيه، يعني دي تعتبر نعتبرها قناه مصريه والله. ما هم ما فيش حد غريب. الحمد لله انا شايف البرنامج في تقدم يعني وارتفاع نسبة المشاهدة، وربنا كده يزيد ويبارك يا رب. الله يخليك، احنا والعراق واحد وبابنا يعني باب واحد. طبعا ده احنا اخوة، طبعا كل العرب اخوة طبعا. تسلم يا ابو عمرو. والناس كلها بتحب اكلاتك البسيطة وانت كمان ست متواضعة، علشان كده الناس كلها بتحبك. ربنا يخليك، انا عاوزاك تخطف رجلك وتجيني هنا عشان تنصح الواد محسن يتجوز على طول. انت بسم الله ما شاء الله بتجوز في ولادك بقى وعندك فكر. انا هو اسمي محسن. ما انت جيت له لما اتعور وعملت الواجب. الله يخليك يا ست، كلكم حبايبنا والله. انت دايما عامل الواجب يا ابو عمرو وما بيفوتكش حاجه. انا بقى في واحد والله بعت لك السلام من طول قرن، موصينا بعت لك السلام من فلسطين، حبايبنا واخواتنا. ابراهيم ماشي والله، قال لي والنبي تسلم لي على الست غاليه. السلام وصل وتحياتنا ليه. كمان في صديق ليا، صديق في العمل اسمه عبد الحكيم عبادي، بعت لك السلام والله. انا تحياتي لكل اهل فلسطين كله. انا بقى عايز اقول لك كم مثل كده شعبي بقى على الماشي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
من طعم صغيري بلحة نزلت حلاوتها في بطني. الدنيا حلوة على مرة ومرها أكتر. تمام. دلع الفقارة يفقع المرارة. أوه. القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. الله ينور عليك. الدراهم مراهم تخلي للعويل مقدار. وبعد ما كان بكر سموه الحاج بكار. الله ينور. دخول الحمام مش زي طلوعه. الدست قال للمغرفة يا سودة يا معجرفة. قالت كلنا ولاد مطبخ. ايوه صح. زي الفريق ما يحبش فريق. صح. العشرة ما تهونش الا على قليل الاصل. على قد لحافك مد رجليك. أنا ما تفرحش على اللي راح لما تشوف اللي جاي. انا هحفظ كل الحاجات بتاعتك دي كلها وكل ما بين مناسبة هرص. في مثل كده لو انت معاك للصبح يعني. ربنا يخليك يا ابو عمرو. انت ده انا هاخد بقى ده انت تقعد تكلمني بقى وترص لي الامثال الحلوه دي. من عينيا الاثنين. انت لو عايزاني اكمل معاك والله. بس انا هدي فرصه بقى للناس المتصلين كلهم. تسلم. سلمني على اولادك كلهم. بقى على كل اصدقاء البرنامج اللي هم في جزيره محمد والقلعه وحدائق حلوان والناس كلها والحاجه ام ياسمين وام بطه وام يوسف. كل حبايبك يا ابو عمرو يعني كلهم. كل حبايبك. وانا ببعت تحياتي لام عمرو والحنان بنتك والعمر ابنك وكل ولادك. ربنا يخليك يا ست الكل. ربنا يخليك. ما حرمناش منك يا رب. تسلم. شكرين يا ست الكل. مع الف سلامة يا ابو عمرو. هنيجي في خلطة البتنجان. ابو عمرو خدني بامثاله. هتحطي بصلاية متقطعه طرنشات في شويه زيت وتحطي معاهم فص ثوم مدقوق وتحطي شويه ملح وشويه كمون وشوية فلفل. شوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل. ادي الكمون. كلهم على بعض. التتبيلة دي كده كلها هتاخد مع بعضيها. الفلفل اهو. ملح وفلفل وكمون وبصل وثوم. ونشوح ده كله مع بعضه. ومعاهم الفول الاخضر. الفول الاخضر هنقشره من القشرتين عشان يبقى اخضر وحلو كده. وسيبيهم بقى يتشوحوا مع بعض وياخدوا يدوا وينزلوا ميتهم. كان في زمان الفول ده كان بيبقى ورور صغير كده اصغر كمان من البلد اللي انا جايباه ده. ده دلوقتي انا دخت عليه ما لقيتوش. مش عارفه ليه ما بقاش يطلع. يا دوبك جبت البلدي ده بالعافيه. كل اللي طالع الايام دي كل اللي بيشوفونا القرن الكبير قوي تلاقيه كبير قوي كده يجنوه ربع متر طول الفوله. فبيبقى حبايته ناشفه ومش حلوه وما تنفعش تتطبخ. على قد ما تقدري جيبي القرن الصغير البلدي. ولو عطرتي بقى في الفول الملبلب ده نقول عليه الفول الملبلب بيبقى ورور كده وملبلب وتمسك القرن زي الفاصوليا يتقطم تقطيم. لو عطرت فيه تبخيه بقشره. الفول الاخضر مش محتاج ان هو هياخد سوى. احنا مش هنطبخه يعني هياخد تقلبتين مع البصل ويبقى زي الفول عشان ما تسيبهوش ينشف. ما تسيبهوش ينشف اهو. هنوطي عليه بقى عشان ياخد ايه الريحه الحلوه بتاعه البتنجان. كل حبايب غاليه بقى قاعدين يسمعوني عشان هقول الحكايه بتاعتي. الصد ينجي. اسمها الصد ينجي. حدوته بتاعت غاليه النهارده اسمها الصد ينجي. يا ادهم. الو. ازيك يا ادهم. ازيك يا ست غاليه عامله ايه؟ تمام. اقعد واسمع النهارده غاليه بقى هتقول ايه. هسمعها ان شاء الله. دايما كده الصدق ينجي. انا وماما بنحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. عايز بس اعرف طريقه الجبنه القريش اللي هي بتاعت الفلاحين دي. عينيا. حاضر. ده انا هعملها لكم لان كتير قوي طلبوها من غاليه. ماشي. كنت عايز بس كمان رقم تليفونك يا ست غالي. ارجع للكنترول وخده يا حبيبي تحت امر. يعني هما ياخدوا مني هيدوني دلوقتي؟ امك جنبك ولا لا؟
ماما جنب اهي. طب اديني ماما سلم عليه. اخويا بس عايز يكلمك. هاتهولي. الو، ازيك؟ اسمك ايه؟ اسمي محمد. عاشت لسامي يا محمد. الحمد لله. عندك كام سنة يا محمد؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ ايه؟ عندك كام سنة؟ انا حضانة. انت في الحضانة؟ ايه؟ عاوز تكبر تطلع تبقى ايه؟ اكل ايه؟ حبة صعنين. عاوز تطلع ايه؟ قول تاني. ها؟ ايه؟ عاوز تطلع ايه؟ لما تكبر كده وتبقى كبير وتخلص. انا ظابط. ظابط؟ زي بعض. برافو عليك. ان شاء الله هتطلع ظابط. ظابط. برافو عليك، تبقى ظابط كده وتحمي بلدنا. معاكي تيتا. معاكي تيتا، عايزه اكلمك يا ست غالي. هاتيها البركه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الحبايب. ازيك يا ست غالي؟ ربنا يخليكي ويخلي لك احفادك كلهم. وتسلم ايديك يا رب في كل اكلاتك. تسلمي وتعيشي، ده انت البركه. احنا بنحبك والله، وما فيش حلقه لما بنتفرج عليك يا ست غالي. تسلمي، احنا اللي دايما نحب كل اصيل. الله يخليك يا رب، يديك الصحه ويخليكي لينا يا رب. شفتي؟ شفتي كان معانا الست جان، ما تتخيرش عنك واحنا في الحسين. الله يخليك يا ربي ويديك الصحة وتسلم ايديك على كل اللي بتعمليه لينا. تسلمي وتعيشي. ربنا يحللك دنيتك. تعيشي يا حاج. وتسلمي على الست والدتك، وتسلمي على ولادك، وتسلمي على كل الموجودين معاكي. تسلمي وتعيشي يا ست الحبايب. متشكرين قوي، ألف شكر، مع السلامة يا ست غالية. تسلمي. الرقم التليفون لو سمحتي. ارجعي للكنترول واحنا تحت امر. خدي قد قد. ده انت دعوتك دي بالدنيا وما فيها. ماشي. مع الف سلام. سلام. كده شوحنا البصل مع الثوم مع شويه قرن فلفل اصفر، قرن فلفل اخضر، وهنحط معاهم البتنجان المقلي، وطبعا متحيقين بالملح والفلفل وكل الحياء بتاعه، والفول الاخضر. الخلطه دي لو انت ما اكلتيهاش كده بالبتنجان، حطيها على رز، حطيها على مكرونه، حطيها على فريك، حطيها على برغل، تتاكل وتبقى زي الفل. يا هدير. هدير. الو. اهلا يا ست هدير. ازيك يا ست غالي؟ وطبق البتنجان ده يستاهل بقك. الو. ازيك يا ست غالي؟ تسلمي وتعيش. عامله ايه؟ عامله لك النهارده طبق بتنجان حلو زي الفل. عايزينك يا ست غالي بس تعيدي الحلقه بتاعت مولد الحسين. عينينا، ان شاء الله طلبت مننا ان هي تتعاد، هنحاول ان شاء الله نعيدها يوم السبت. ربنا يخليك يا ست غالي. ان شاء الله بامر الله. عجبوك البنتين اللي كانوا بيغنوا؟ احنا اساسا من هناك، من عند الحسين، بس احنا عشان ما شفناكيش. ان شاء الله نعيدها لك. ان شاء الله يا ست غالي. شرفتينا وانستينا. ماشي يا ست غالي. مع الف سلامه. مع الف سلامه. كده معانا البتنجان ومعانا المكرونه اللي بالقرنبيط، فاضل بقى الحلو. قبل بقى ما اخش على الحلو، هنحكي بقى حكايه سعيد. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. صلوا على رسول الله، وكل اللي يسمعنا يصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. صلي يعني موسى نبي وعيسى نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. كان في قريه كبيره، بلد كده كبيره كده على البحر كده على النيل. كان فيها ولد اسمه سعيد. سعيد ده كان دايما يكذب كتير قوي، والناس كلها يعني
لو راح في حته يجي يقول اه ده انا ايدي وجعتني، ده انا وقعت، تيجي امه تمسك ايديه يقول لها هي ده انا كنت بضحك عليك. لو خد قارب ونزل بيه البحر يقف في وسط البحر ويقول جاي جاي الحقوني، ده انا هغرق، ده المركب مخرومه، الناس تجر عليه يقول لهم هي ده انا بضحك عليك وبهزر. وفلان يجر عليه وفلان يجر عليه لحد هوب ما جينا في يوم من الايام ربنا نفخ في صورته ونجح في المدرسه هو واصحابه. فرح واصحابه قالوا له ايه؟ كان معاه صاحبه واحد اسمه اشرف واحد اسمه محمد. قالوا له يلا يا سعيد نتفسح حلاوه ما نجحنا. قال لهم طب تيجوا ناخد قارب وننزل النيل نتفسح. قالوا احنا هنركب اشرف ومحمد. قالوا هنركب مع بعض. وسعيد قال لا انا هركب لوحدي في مركب لوحدي. ونزلوا. طبعا قعدوا ساعات تروح وساعات تيجي والنهار خلاص قرب يضلم. وكل شويه سعيد يشاور لاصحابه مبسوط، وفجاه بيبص لقى المركب بتاعته مخرومه. قال يا حيرتي يا ديرتي اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ قعد ينادي يمين وينادي شمال ويصرخ يمين ويصرخ شمال. راح جه اشرف ومحمد قالوا لا ده بيضحك علينا، يلا سيبك بقى منه، يلا احنا نروح لحسن ده الليل قرب يجي. يلف شمال يا عم فلان ما يردش عليه، يا عم فلان ما حدش يرد عليه عشان هو بيكذب، عارفين انه كذاب. سابوه. جه عليه الليل وهو في الاخر سلم امره لربنا وفضل ساكت ومستني رحمة ربنا بقى ان حد ينقذه. معدية مركب كبيرة قوي في البحر، شاور لهم ناس بقى ما يعرفوهوش وما يعرفوش ان هو بيكذب، شاور لهم انقذوه. ربنا كتب له السلامة. وعشان ربنا كتب له السلامة قعد يفكر اول ما راح البيت وراح قال ايه، انا اللي عملت في نفسي كده ومش هكذب تاني ابدا، والتوبة من دي النوبة، ده الكذب ده بيودي في 60 داهية وكنت هموت ومحدش كان مصدقني، ده انا مش هعمل كده تاني ابدا. وكل ما يقابل حد يقول له انا مش هكذب تاني ابدا. وخبط على البيوت بيت بيت طول ما هو ماشي ويقول لهم انا مش هكذب تاني. والناس كانت كريمه وصدقته وقالوا له خلاص ادام مش هتكذب تاني واعترفت بغلطك وقلت ان انت كنت غلطان احنا مسامحينك. فاللي يعترف بغلطه الناس كلها تسامحه. وتوتة توتة فرغت الحدوت، حلوة ولا ملتوتة؟ هناخد فاصل ونرجع نعمل الحلو. كله يسعى ياكل ايه؟ وبعدين شايفه جو حلو وناس بتغني وفنانين. يعني انتوا بتصنعوا البلح العجوة والبلح الناشف اللي احنا بنعمله في رمضان؟ ايه يا عم عيطت ولا لسه؟ رجعنا تاني لكل حبايبنا. النهارده هنعمل رز بالبرتقال. قبل ما نعمل بقى الرز بنحيي الست اسراء محمد من السودان وبنحييها الف تحيه.
الاستاذ عمرو يوسف بيقول يا غالي ايه البتنجان ده؟ اقول لك بقى يا استاذ عمرو، البتنجان ده احنا بناكله صيف وشتاء وحلو زي الفل. ممكن تقليه، في ناس تقول لك بيشرب زيت، لو شرب زيت خده في مصفى تحت الحنفيه بعد ما يتقلي ورش عليه ميه وصبه يتصف، مش هيبقى فيه ريحه الزيت، او حطه على ورق مطبخ. بيتعمل بكذا طريقه، بيتعمل مسقعه وبيتطبخ مع التورلي وبيتطبخ مع اللحم، وممكن تعمله بخل وتوم ويتعمل سلطه، وممكن يتعمل بالفول الاخضر زي ما احنا عاملينه كده، وممكن كمان يتعمل كفته بتنجان، وممكن كمان يتحشي، وممكن يتعمل بالبشاميل. يعني لو قعدت اعدلك البتنجان ده داخل في كل الاكل وبيبقى حلو زي الفل. واللي احنا عاملينه النهارده سهل وبسيط، هتقلي البتنجان وتقشر الفول الاخضر عشان ده موسمه، وتروح حاطط عليه بصلتين طرنشات كده وفص توم ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه كمون ومعلقه فلفل وتقلبهم، وتروح نازل بالفول الاخضر عليهم مع البصل وقرن فلفل اخضر او اي قرن فلفل تحبه، وتروح مقلبه في قلب بعض. ولو عاوز تضيف له طماطم ضيف له، بس يكون شايل القلب عشان ما تخرش ميه بس، ويبقى بالف هنا وشفا. داليا فيصل من الامارات، بوسه ليها وعشر بوسات لمامتها. الست ام يوسف بقى بتقول لي يا غاليه ادعي لابويا وامي يا رب يكرمهم ويبعد عنهم كل حاجه وحشه. ونادى مادي والدتها ام حسن بندعي لها، وميدو ابنها كمان بندعي له، ومعروه. وكمان الست ام محمد كلمتني وبتقول يا رب كل اللي سمعنا يدعي لها بالشفاء ان شاء الله. يا ام محمد ربنا هيشفيك ويبعد عني كل حاجه وحشه. كل صور حبايبنا اللي عاوز يشوف صور ولاده هيبعت لنا الصوره بتاعه ولاده او حبايبه على الصفحه بتاعتنا، واحنا بنطلع كل صور الاطفال قبل الحلقه بربع ساعه. تبعي هتلاقي صور ولادك كلها موجوده، وبعد الحلقه على طول مباشره هتشوفي برضو صور ولادك وحبايبك موجوده. وانا موجوده، انا قاعده بقى الحلقه بتخلص وبروح قاعدة على التليفونات، كل اللي عاوز يكلمني أنا موجودة أرد عليه، بقعد ساعتين أرد على حبايبي، كل اللي عاوز يكلمني إحنا تحت أمر. بسم الله ما شاء الله. الست ميرفت محمود بتقول لي يا غالية 134 ألف مش كفاية عليكي؟ ربنا يزيد ويبارك. يا عوال 134 مليون يا رب. حبايب غاليه يزيدوا كمان وكمان. اسكت يا اختي، ده مستكترينكوا عليا، عامل زي يقول لك الكحكه في ايد اليتيم عجبه، مستكترين حبايب غاليه عليها. عاوزين نعمل المخروطه بكل اشكالها والوانها، عاوزه يعني ان شاء الله نعمل المخروطه مهرجان للمخروطه زي الكسكسي كده. الست رهام عيسى طالبه المخروطه ان شاء الله الحلقه الجايه بعون ربنا، هروح لامي واجيب منها مكنه المخروطه ونعمل لكم المخروطه بكل اشكالها حادقه وحلوه. وتحيه لام ملك ويوسف وانتصار مصطفى وندى ووالدتها وابوها الحاج شوقي ووالدتها ام حسن برضو بنحييهم. كل حبايب غالية اللي وكل حبايبنا اللي عاوزين يسمعوا اسمهم، معلش مش هنقدر نقول كل اساميكم، بس على قد ما بنقدر نقول كل اسامي حبايبنا، واللي ما سمعش اسمه المرة دي ان شاء الله يسمعوا المرة الجاية. اقول بس وصفة الرز، اجيبه تاني من على النار اهو. عارفين الرز ابو لبن؟ زي الرز ابو لبن بالظبط، اخوه وابن عمه وفولة واتقسمت نصين على رأي المثل. بس احنا بدل ما هنعمله بلبن هنعمله بعصير البرتقال. البرتقال الصيفي، البرتقال الحلو كتير قوي، يعني البرتقال السكري بجنيه ونص، والبرتقال البلد العصير بجنيه ونص، انا النهارده شاريه بجنيه ونص زي الفل.
وبعدين البرتقال السكري ده مش موجود غير في مصر، ما تلاقوش غير في مصر. الناس لفت السند والهند وبلاد الدنيا قالوا ما تلاقوش البرتقال الحلو ده غير عندنا هنا في مصر. وبعدين بيبقى مسكر وزي الفل. بصوا شكله لما بيتعصر، اعصريه على ايدك بالعصاره العاديه اهو، ده برتقال صافي اهو. حبايبنا بقى في الدول العربيه اللي عنده يقول عنده، واللي ما عندوش يقول لنا واحنا نبعت له بدل القفا ستارت. كل حبايبنا ده عصير برتقال، تقدري تحطيه سكري او تقدري تحطيه بلدي. ابو سره ما ينفعش، مش هينزل ميه، فده يا بلدي يا سكري. ده الرز ده هنعمله زي الرز ابو لبن بالظبط، بيبقى حلو قوي. ده رز انا نقعاه اهو، تاخديه فوره كده وتنقعيه في ميته زي ما هو، يعني فوره كده زي ما بنعمل البليل وتنقعيه، وبعد كده هنولع عليه بقى ياخد بقيه الفوره بتاعته يسخن، ونحط عليه السكر. ما تكترلوش الميه، يعني انت سويه في شويه ميه صغيرين لحد كده. ايه ده بالظبط؟ كيلو ونص برتقال، ده عصير كيلو ونص برتقال، حاطين عليه كوبايه صغيره او فنجان من بتاع القهوه رز. هو الرز بينفش، وحقيقي السكر على حسب ما تحب، السكر على حسب مزاجك انت، عاوزه حقيقي يعني متوسط حلو مش حلو براحتك. ودايما البرتقانه البلدي، خدي البرتقانه ام قشره ناعمه، يعني لما تيجي تنقي البرتقان خدي البرتقانه ام قشره ناعمه، ما تكونش كده مخرمه ومحببه وخشنه. كل ما تجيب البرتقانه قشرتها ناعمه تلاقيها مليانه ميه وسكر شهدي كده من عند ربنا. النهارده ركزت على ركبي في المشن ونقيتهم بالواحده واحده عشان ما فيش واحده يطلع ما فيهاش ميه. الرز الصيامي ده انا اتعلمته من خالته ام سعيد ام التامنيه. ده بقى يمشي صيامي ويمشي غير صيامي. لو مش عاوزه تاكلي رز بلبن اعملي رز بالبرتقال. وبعدين احنا في الشتاء البرتقال كتير وحلو وكله فيتامين سي وبيبعد البرد وبيبعد المرض وزي الفل. وبعدين احنا في عيالنا كتير ما يحبوش اللبن، اكمني بنمسك العيال نفضل نديها في لبن ونرضعها لبن وناكلها زبادي بلبن، فالعيال ساعات تكره اللبن وما تحبوش. اعملي لهم بالبرتقال اهو برضو جتتهم تستفاد. حاجة قدري ست غالية السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت لسه بقول ان حبيت تاخد تمص قصب خد عقلتين من نص. اه ما بقول لك يا خالي من السوس يا قصب. اه يعود الزن يا قصب. حلوين الوردتين اللي وراكي دول، الورده البيضة والورده الخضراء، وما شاء الله البروكلي منور على الشباك اهو. ده بص بقى فضلت خيرك بقى، ده فول اخضر. ده خير ربنا يا ست غالية. ده فول اخضر يا رب. وده بروكلي. اه بروكلي ده انت عارفه السلطه، طبق السلطه بالبروكلي ده ست غاليه بصي ما تقوليش لعدوك عليه يعني. بس الحمد لله رخيص وحلو يا عم قدر الايام دي. اه كل حاجه انت عارفه يا غاليه. وبعدين هقول لك على حاجه، احنا في شهر امشير اهو. اه احنا في امشير. وتاكلي اي نوع من الخضار تلاقيه نزز كده، واخده بالك انت يا غاليه؟ اه لان هو طبعا ايه امشير بقى ايه بيخلي بقى الايه القموحه تعبي وكله لمؤاخذه يقوم بالقلب، الناس بتكسر تقويات من الايه من الشهر ده بالذات يعني. واخده بالك؟ اه ما يعني امشير يا عم قادر يقول لك، امشير يقول للزرع سير والصغير يحصل يعني الكبير. وبعد كده بقى بيقول لك برمهات بقى روح الغيط وهات. اه بالك؟ يعني الاشهر اللي هي يعني ربنا كرم بيها الفلاحين والمزارعين اللي زي حالاتنا بيهتموا بيها. وبنيجي احنا بقى في شهر امشير ده بقى خلاص اول ما الحاجه تنور كده وتقوم بالقلب بنسيبها تقويات على اساس الموسم اللي جاي علينا وعليك بخير كده ان شاء الله. ويا حلو بالجبنه يا فول زي ما انت بتقولي كده. اه وقول على شهر توبه يخلي الصبيه كركوبه. اه يعني وبرمهات روح الغيط وهات. آه. وكياك صباحك مساك.
ومشيره والزعابير، خدت بالك؟ وايه رايك انت في شويه الخس دول والفول البلدي؟ ده بالصلاه على النبي، الخس ده بقى تكون شوف انت لو قطعتي ورقه كده تلاقيها حتى ايه فيها لمؤاخذة مدام غاليه زي الزيت كده، خدت بالك؟ ولو حتى حد عايز يعمل ريجيم يعني بالنسبه للرجاله بقى مربيين كروش زي حالاتي كده، ياكل جبنه قريش وخصايه، تبص تلاقيه لما عايز ينزل الدهون اللي في الكرش دي، خدت بالك؟ الخص والجبنه القريش. اه انا بتكلم عن نفسي ما بتكلمش على حد يعني، بس هي معلومه خصة يعني. البخيل ما تشبعش يا عم ادري. لا ما تشبعش ولا تروي حتى. اه يعني على راي المثل، عيشك في مشنتك ولا سأل اللئيم. ايوه يعني كده يا ابو عمرو النهارده اشبعنا بالامثال بتاعته. بس انا عايز اقول لك والله يا غالي، حلقه الحسين دي كانت جميله جدا، وكنت اتمنى ان انا اكون معاكم، لان انا يعني كنا دايما في المول الدانا واصدقاء نروح نقعد في قهوه الفيشاوي وقهوه ام كلثوم يا اخويا، وكنت خطفت رجلك وجيت. والله العظيم لو اعرف ان انت كنت هناك ان انا لو كنت رحت، بس ان شاء الله زيارته يعني هلبيها باذن الله، يعني باذن الله. الجايات اكتر من ريحات، بحط في كعبك شويه ملح وتعال. ده شرف ليا يا استغالي والله، ده انا ما استغناش عنكم ابدا وحاط ربنا يعني. تسلم يا حاج يعني ادم، انا ما بتاخرش عنكم في اي وقت، وانتم عارفين انتوا اخواتي بجد يعني. طب مني بس، شغلك عامل يعني ايه والعيال عاملين ايه وصباح بنتك عامله ايه واخوك عامل ايه؟ والله كويسه اهي بتسلم يا صباح. صباح على فكره النهارده بتعمل كفته بقى وغطسانه في المطبخ. يا غطسانه خلي ست غاليه ايه؟ هاي انا عامله فيها ست غاليه. مش خد يا ست، ست غاليه ما تتفضلي معانا. ده انت انا يا صبوح. عامله ايه؟ الكفته عليكي والبتنجان على غاليه. ماشي يا ست ولا موافقه. انت عاملاها كفته رز في الهون ولا عاملاها ايه؟ هات البتنجان يا ست وتعالي، والورده الحلوه اللي وراكي دي انا عايزاها. عاوزاها قرنبيط ولا عاوزاها كروم؟ الحمد لله. يجي منك اي حاجه يا ست. ماشي على عيني. بس هاتي الورده معاك. حاضر. قولي لي انت دقيت الكفته في الهون ولا دقاها عند الجزار؟ عند الجزار طبعا. اه ما بقاش في الهون دلوقتي ولا ايه؟ الله يرحمه. ماشي يا صباح، دي اختي، ده انت لسه شابه. ده المثل يقول لك الشاب في مطلوعه ياكل ويملى دلوعه. امال ايه؟ خد ابويا معاك. بصي يا غاليه، على فكره في اصدقاء كتير بعت لك السلام معايا يا غاليه والله، وانا ببلغك السلام. تسلم يا حاجه، وان شاء الله باذن الله والله في ناس عايزه تزورك في، وان شاء الله ان حصل نصيب ابقى اجيبهم باذن الله، وبقول لك على الميعاد يعني، وبتصل بحضرتك بتليفونك واقول لك ان شاء الله. تسلم يا حاجه. انت بقى بقالك كام حلقه كده ما فقعتناش بنكته كده ولا حاجه كده يعني، انت مالك كده غاليه؟ لا والنبي زي الفل اهو، بس لسه ما جاتش المناسبه. لا المناسبات كتيره، وربنا يديم علينا الخير والفرحه يا ست غاليه. يا رب يا رب يا حاجه. وبالمناسبه بقول لك ايه، اتنين موظفين قاعدين في المكتب، واحد متجوز وواحد ايه فرحان قوي. اه فبقول له مالك يا محمد؟ قال لي، قال له والله استنى من يوم ما اتجوزت وحماتي قاعده عندي في البيت. قال له لا 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 يا عم، انا حماتي بتيجي عندي كل جمعه، الجمعه اللي فاتت جت عندي فنزلت عملت بقى فيها شحن، ورحت نزلت جبت سمك مقلي وسمك مشوي، خدت بالك؟ اه وعملت واجب، هي اكلت من هنا واتكلت على الله من هنا. قال له روحت؟ قال له لا اتكلت على الله. قال له طبعا اذنك اروح اجيب سمك. لا اله الا الله، ماشي يا حاج ادري. لا ليه كده بس؟ ده 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 الحما دعوتها في السما والله. ما في ما في حاجه والله، ده ايه بس هي مبسطه كده يعني، على اساس ان هم ايه كل واحد بيبقى يعني بيعبر كده يعني، واخده بالك؟ انما هم ده احنا اولادهم وهم وابهاتنا وامهاتنا يعني، ده كلام كده احنا بنقول. ما هو بنناقشهم يعني. الو بنناقشهم يعني. يا غالي احنا بس عايزين ربنا يكرمنا كده، خلي بالك احنا كل الناس ماشيه مبوزه، الناس مكشره، الناس تعبانه، فبنطلب من ربنا ان ربنا يفك كرب البلد دي ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله يا غاليه، لان احنا بلدنا ما تستحقش مننا الا كل خير، وعايزين بقى يرجع الابتسامه والنكته والقفشه والرياضه والكوره. خلي بالك البلد بتاعتنا دي بلد جميله. وبعدين يا عم ادري، شوفي عامله ازاي، شوفي سينا عامله ازاي، شوفي اسوان عامله ازاي. والنبي يا غاليه انا نفسي تعملي حلقه في الاهرامات. ان شاء الله هنروح له اسوان قريب. لا والاهرامات يا غاليه هنروح عند عم ناصر عبدون في اسوان، ونعمل من هناك حلقه زي الفل. لا نفسي بقى تروحي الاهرامات وتوري الناس الاهرامات اللي عندنا، وان شاء الله تبقى حلقه جميله كده لما تعملي طبخه كده على على سطح الاهرامات كده يا غاليه. ان شاء الله يا عم. الناس والعرب ادي مصر اهي، مصر اهي ما اتغيرتش، تعالوا مصر تعالوا، خلي الناس تشتغل وخلي الناس تاكل عيش يا غاليه. شوف انت لما رحت الحسين الناس
ما احنا رحنا الحسين وكانت العالم هناك كتير. اه واخده بالك يا غالي، عايزين عشان نقول لهم ان مصر امان، لان الناس بتاكل عيش من وراها يا غالي، في ناس فاتحه بيوت من ورا السياحه، وعايزين ان شاء الله زياره الهرم دي يا غاليه ان شاء الله ربنا يكتبها ان شاء الله وتعمليها الحلقه دي، وانا متاكد ان هي هتكون. طب انت بقى مش عاوز دعوه للسياحه، انت بقى اندع على الخضار، الخضار كده دعوه للسياح عشان يعرفوا ان الخضار عندنا حلو. يا خال من السوس يا قصب. أيوة. يا كرومب بلد يا يا اللي يا حلاوتك بالمحشي يا كرومب. يا حلاوتك بالقرنبيط يا سلطه. يا استفندي يا ايش استفندي بيه؟ لا ده انت تغنيها بقى يا عم قدر زي ما بتغنيها كده. مش يعني بص يا غاليه هقول لك انا بعدين عشان عندي ظروف في الشارع عندي، وانا بكلمك يمكن حتى صوتي واطي قوي. طيب يعني ماشي. عندي مشاكل في الشارع كده. هكلمك بعد الحلقه بقى. ان شاء الله باذن مع الله. مع الف سلام. متشكرين يا ست غاليه والسلام عليكم. مع الف سلام. هنيجي بقى للرز اللي بالبرتقال. بعد ما حطينا تحطي عليه معلقه جوز هند او فانيليا. يا ده يا ده زي ما تحبي، عندك جوز هند تحطي شويه جوز هند او تحطي فانيليا وتحطي السكر. وهم دابوا في قلبه بعض وبقوا زي الفل. وادي عصير البرتقال حطينا عليه النشا على البارد وقلبناهم في قلب بعض، النشا على عصير البرتقال اهو، وهننزل بيهم على الرز. يا ست ام روان، يا ست ام روان، ست ام روان، طب حاولي تكلميني تاني اهو. الحاجة قدري واغوشني يا رب ما يكونش عنده حاجه وحشه، وربنا يسلم الجميع يا رب. واغوشني عليه ان شاء الله اكلمه بعد الحلقه. وهتحطي عصير البرتقال وتكوني مدوبه فيه النشا، وايد تحط وايد تقلب لحد ما يلف ويشكل. هيطلع ده طالع حلو قوي. يعني انا لما خالت مسعيد عملته قلت لها يا اختي انا تاكليني رز بالبرتقال، قالت لي طب بس دوج يا وليتي هيعجب الجو، دوج يا وليتي. دقته عجبني قوي وطلع حلو، جربوه لعيالكم برضه هيعجبكم. النهارده بقى تعالى انت، انت اللي تيجي تدوق. تعالى تعالى انت، تعالى دوق يا عصام. تعالى يا عصام، اول لما يلف يا عصام، اول ما يلف انت اول واحد تدوق. هتخلص عليه فداك الحله، خدها للعيال وانت مروح. تعالى دوق كده، استنى اغرف لك بالمغرفه الثانيه. تعالى يا اخويا انا، انت مكسوف. دوق كده، ايه رايك بجد؟ ما تجاملش غاليه، لسه ما خلصش يا غاليه. اه بس الطعم تمام. برتقال، برتقال خالص، بتاكلي برتقال. اول بقى ما هيلف معانا هنغرفه على طول. ويا جماله بقى لو كلتيه ساقع من السخن، طعم البرتقال هيبقى في بقك وحلو. بتحطي فيه شويه جوز هند، عاوزه مثلا تزوقيه باي حاجه تانية براحتك. هتلاقي فيه طعم البرتقال بيبقى ميزس كده وجميل وحلو، وبيبقى زي السكر، والسكر بقى على حسب مزاجك انت اهو. بس ايديكي ما تتشالش منه عشان ما يجنبش. يعني ايه جنب؟ يعني تلاقيه شكل من جنبه وجنب لا اهو. ولف في اتجاه واحد برضو عشان ما يسرطش، عشان لو سرد مش هيلف. ما يسرطش يا عمرو، يعني ما يفكش من بعضه، ما يبقاش فكك من بعضه. النشا هتحطيه على البرتقال وتدوبيه على البارد، وتحطيه على الرز بعد الرز ما يستوي وياخد اللفه بتاعته ويبقى حلو. عاوزه تحطي فانيليا براحتك، عاوزه تحطي جوز هند براحتك، زي ما تحبي. الاستاذ حسن ياسين بيشكرني، وانا كمان بشكرك قوي قوي على اخلاقك العاليه. وست رشا من العراق بتقولي يا غاليه بحب اكلاتك كلها، تسلمي، ده انتوا اللي عندكم الخير كله. اهو هيبدا بقى، بصوا تخن ازاي اهو، زي الرز ابو لبن بالظبط. شيل اللبن حط عصير البرتقال، يطلع معاكي زي الفل اهو. بصي
وكل ما هو يلف ما تسيبهوش يتخن قوي. يعني الحله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي واخده 3 معالق نشا من المعلقه الكبيره بتاعه الاكل، مش اكتر من كده. بس يا حاج عصمت، يا مساء الجمال، يا مساء الرز ابو برتقال، يا مساء الحاجات الحلوه بتاعتك يا حاجه غاليه. تسلم يا حاج، ومساء الحاجات الحكايات الجميله اللي بتحكيها، ويا رب كده تكون الحاجات دي بتاثر في الناس. والكذب ده ملوش رجلين، الكذب ملوش رجلين يا غالي، اي واحد بيكذب بيصير يتكشف ويظهر على حقيقته ومحدش يصدقه. اه طبعا، دي حاجه. وحاجه ثانيه بقى بيقولوا ايه، الصراحه راحه، الصراحه راحه. يعني ما تقول حاجه بصراحه كده يا غاليه الناس بترتاح لها وبتصدق وبيبقى في شفافيه. واتمنى الصراحه دي تبقى في كل الناس، سواء اللي دخل على نسب جديد، سواء اللي دخل على وظيفه جديده، سواء اللي دخل على صداقه جديده، يبقى في صراحه بين الناس كده عشان الحياه تبقى ماشيه جميله وكل واحد عارف مقدار نفسه، وكل ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. مش كده ولا ايه يا غاليه؟ انت بتقول كل حاجه حلو، الله يخليك يا غالي. وبعدين انا قلتها عشان الولاد الصغيرين يعرفوا ويطلعوا كده ما يكذبوش، ودايما الكذب هلاك. ما هو برضك الاسر عليها عمل، ما تكذبش لاولادها وتخليها صادقه مع اولادها وتحكي لهم بصراحه كل حاجه عشان خاطر الاولاد تطلع صادقه وتطلع فيها شفافيه كده. وما تعرفش كلمه الكذب ده، لو شلنا الكذب ده كله من حياتنا الحياه هتمشي جميل. اه في كذبه بيضة، كذبه بيضة اللي هي ايه بقى يا غاليه؟ ان نقرب وجهات النظر مع بعض. اكذب عليك بكذبه حلوه، يعني مش كذبه، مش معنى الكذب اللي هو اللي يأذي، لا، اني بقول لك مثلا فلان بيحبك وانت تحب فلان ونقرب وجهات النظر بالحاجات الجميله دي يا غاليه. الله ينور عليك، وبتشوف النفوس حاجات كويسه، مش كده ولا ايه؟ وبعدين بيقولوها ايه بقى، من شاب على شيء شاب عليه. وبعدين يا استاذ عصمت، انت عمرك ما كذبت، انت تجامل الناس لكن ما تكذبش. الحمد لله يا غاليه، ودي بقى سبب حب الناس للواحد، ان الصراحه اللي في قلبي على لساني، ما بعرفش اجامل الا ايه مجامله بقى صادقه مع واحد، مع الناس كلها. ليه؟ عشان الناس تبقى فيها شفافيه كده وفيها مصداقيه مع الناس كلها. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، اختلف مع عم عز في النقطه اللي قالها دي، اللي بتعالى الناس كلها، هو في احلى من الحما وفي احلى من الحموات. طبعا. شوف هقول لك حاجه غاليه، الحموات دي انا نفسي نلغي كلمه الحما دي، لان للاسف الافلام زمان كانوا مطلعين الحما شديده، زي ما لهم نيفر ما كانت بتطلع شديده وبتاع وكرهت الناس في الحموات. الحما دي ام ثانيه، وتبقى الست طالما بتعامل حماتها كويسه والراجل بيعامل حماته كويسه، فلازم هيبقى في صداقه حلوه وفي شفافيه جميله. ما احنا عاوزين بقى يا استاذ عصمت بقى ننكت على اللي بنحبه. صح كده يا غاليه، صح كده. ريه نبطل بقى ننكت على اي حد بنحبه. صح كده. وبعدين المحبه دي، المحبه دي بتاعت ربنا، والحب ده بيبقى في القلب، القلب الابيض يعرف الحب يا غاليه كده على طول، وشيل الكره والحقد والغيره والحسد والحاجات الجميله دي. انا غير ان فلان احسن مني، لا، ده بيقول لك ايه، ان كان جارك في خير افرح له، ده انا افرح ان انت تبقى احسن مني، وانا افرح ان فلان احسن مني، واتمنى ان ولادي يبقى احسن مني، واتمنى ان يبقى جاري احسن مني. بيقولوها ايه، العلم ما تكرهش اللي احسن منها، لا، طب ابقى زيها، اعمل كده ان انا ابقى كويس زي اللي كويس ده، بدل ما احسد والله احقد عليه. ونشيل الحقد من نفوسنا، ده اللي مبوظ الدنيا في البلد والله. والمشكله ايه يا جماعه؟ ده احنا كلنا اسره واحده وكلنا حب واحد. انا مش عارف يا انا يعني بتكلم من قلبي والله، والكلام بيطلع من قلبي كده، واتمنى ان هو يوصل قلب الناس، واتمنى ان الرساله تكون وصلت للناس كلها. عاوزاك بس كده تبقى تسال على عم ادري لحسن وغوشني، بيقول عندي ظروف مش حلوه فاسالني عليه. المكالمه جت على طول كده، لان عماله اتصل بيكم الصبح والله. ربنا يخليك يا عم عصمت، انت شرفتنا النهارده. كل الاصدقاء مع احترامي، عايز اقول كل الاسماء اللي انا اعرفها، لكن انت بقى بتوصلي لهم السلام كلهم يا غاليه. السلام لكل حبايبك. وفي ولد اسمه حسن ابو عقل، الولد ده ولد شاب جميل جدا بيحبك يا غاليه، وعايز يعمل لك فوتوشوب جميل قوي، ويا ريت ما يبعته لكم على الصفحه تنزلوه. ان شاء الله ان شاء الله. ماشي، كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم ورحمه الله. مع تحيات عمو عصمت وخالو عصمت وبابا عصمت وجده عصمت كمان. والكابتن عصمت. شكرا يا غاليه، الف سلامه حبيبتي، مع السلامه. مع الف سلامه. بعد بقى ما بتغرفيه وتحطي بقى في التلاجة، هو ساقع كمان بيبقى طعمه حلو قوي، وطعم البرتقال فيه بيبقى جميل. بتحطي له بقى انا زي اللي عندك، شوية سوداني، شوية جوز هند، شوية زبيب، اللي عندك حطيه، وزوقي لي العيال، ويبقى زي الفل وجميل وما فيهوش اي حاجة خالص وحش. عاوزين ندعي كده لابن الست سمسمة، عنده شهر،
ومريض وعاوزين كلنا ندعي له يا رب كده بالصحه والعافيه. يا ست فتحيه. ايوه يا استاذ. اهلا وسهلا يا ست فتحيه. ازيك يا ست غالي؟ تسلمي وتعيشي، كل سنه وانت طيبه وكل حبايبك بخير. وانت طيبه يا باشا، والله انت وحشانه يا ست غالي. ربنا يخليكي، ما جيتيش ليه معانا الحسين؟ والله انا شفت الحلقه بتاعتك. اتبسطتي؟ ايه؟ انت والله اكلاتك كلها بنحبها وما بنسيبش ولا مكالمه. ربنا يخليك، اهم حاجه انت اتبسطتي من الحلقه وصوت البنات بتوع المحله اللي كان بيرن الحلو في مديح كده سيدنا النبي. والله يا ست انت على فكره اسمك على اسم امي، امي اسمها غاليه برضه. يا صلاه النبي، هو انا طول عاشت تسامي. الله يخليك، والدتي بتسلم عليك. سلامي ليها وكل سنه وانت طيبه. الله يسلمك. انا كنت عايزه رقمك يا ست غالي عشان لما احتاج كده في اي حاجه اكلمك. تحت امرك، ارجع له الكنترول وهم يدهولك. وبعدين طب ما تخلي غاليه تكلم غاليه. طب ماشي، هي مستنياني اما اخلص وتكلم. لا انا مستنيه. طيب ثاني معاك اديها لي. خد يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. انا قلت اما اخلي غاليه اتكلم غاليه ويتقال عليها يا غاليه يا ام الجلاجل يا غاليه. وراحه فين يا غاليه؟ راح اعدل المايله. ازيك؟ ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي وتعيشي. وبعدين يا اختي اذا كنت انا غاليه فانتي الغاليه. على فكره انا ببيع الخضار. بتبيع خضار؟ تعيشي. صلاة النبي. يلا ده انت النشفة في ايدك تخضر. تعيشي. ربنا يخليكي لينا ويعوض عليكي. جميع الخضار اللي انت بتجيبيه ده كله انا ببيعه. صلاة النبي، بس يعني ما تبقيش تشدي على الناس شوية عشان الخضار ساعات الخضار بقى اغلى من الفاكهة. يعني خلي ايدك في بحبحه شويه. لا ده احنا بنبحبحها على الاخر. طيب خليها مبحبحه، انت بنت خير. خليكي لينا يا رب ودايما كده تبقى بياعه للخير. كلها بنحبها. تسلمي وتعيش، شرفتينا. مع الف سلامه. نفسي بدعي من قلبي يا رب اي حد بيبيع اي حاجه يخليها كده رخيصه وحلوه وبنت حلال عشان كلنا ناكل ونبسط وما نبقاش ماشيين في السوق زي غاليه ابقى ماشيه ادبرها من شمال ومن يمين وازاي امشيها وازاي الفلوس تكفي. هنشرح الاكله بتاعتنا النهارده، هي سهله وبسيطه ان شاء الله هتعجبكم وخفيفه على الجب وعلى المعده وكله. وارجع تاني واقول كل حاجه تاكليها بسيطه زي الفل، مش لازم نكبسها لحمه وفراخ واللي يقول لك ما اعرفش ابلع اللقمه من غير اللحمه والفراخ، ده احنا بطننا توجعنا. ده بتنجان بالخلطه، الخلطه دي تقدري بدل ما تاكليها في بتنجان تحطيها على رز على اي حاجه تحبيها، تمشي برده على مكرونه وتبقى زي الفل، ده بتنجان بالفول الاخضر. بتمسكي البتنجان بتقليه وبعد كده بتروحي جايبه بصلايه ترنشات ومشوحاها في فص توم مع شويه زيت وتحطي شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل اسود وتروحي حاطه معاهم الفول الاخضر وتاخديهم تشويحتين خفاف وبعد كده تروحي حاطه عليهم البتنجان المقلي وتقلبيهم في بعض وتروحي صباه زي ما احنا صبينه كده وتاكلي بالف هنا وشفا. دي المكرونه بالقرنبيط، اي نوع مكرونه تحبيه تعمليها بالقرنبيط. القرنبيط رخيص والبروكلي الايام دي، القرنبيط والبروكلي والخس والفول وكل الحاجات دي رخيصه وحلوه. دي تمشي صيامي واللي برده مش صيامي. يعني عندك حته قرنبيط مثلا، قليتي قرنبيط وفاض ما عندك حته وتاني يوم ولادك مش عاوزين ياكلوها مقليه، قطعيها واعمليها على شويه مكرونه هتبقى برده زي الفل وحلوه وبسيطه ومش متكلفه. ده انت ممكن تعمليها بالشكل ده، نبي ابن حلال مصفي، ممكن تعمليها بالشكل ده وتصبيها في صينيه وتحطي عليها كمان بشاميل وتدخليها الفرن تبقى سكر مانجا. بس دي مش هتبقى صيامي عشان هيبقى فيها لبن وبيض، بس تبقى زي الفل. نفس الشكل ده كده صبيه في صينيه ورصي حطي عليه بشاميل ودخليها الفرن تاخد وش، هتطلع زي الفل بالقرنبيط زي ما هي كده. وده الرز اللي بالبرتقال، احنا في الشتاء
والبرتقال كتير والكيلو بجنيه ونص زي الفل، الناس كلها بتحسدنا على البرتقال في بلاد بره. احلى حاجه عندنا البرتقال، ارخص من القوطه. هتجيب البرتقال سواء البلدي او السكري وتعصريه، ابو سره لا، البرتقال السكري او البلدي وتعصريه، وبعد كده تروحي جايبه فنجان رز ومسويه في شويه ميه وتحليه بالسكر وتحطي له فانيليا او شويه جوز هند وتنزلي عليهم بالبرتقال وتكوني مدوبه في قلب البرتقال معلقتين او ثلاثه نشا على حسب ما هتعملي وتسيبيه يلف، وبعد كده تغرفيه وتحطيه في الثلاجه، وعندك شويه جوز الهند ارمي عليهم، عندك اي حاجه ارميها عليهم تشكليها للعيال، هيبقى معاكي زي الفل. الاكل ده كله النهارده انا بهديه لام الاستاذ معروف اللي شغال معانا وللاستاذ وجدي ولكل اخواتنا وحبايبنا الاقباط، بقول لهم يا رب يجعلوا عليكم صيام سعيد ويجعلوا عليكم بصحه وعافيه وكل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده يا رب. وبهديه كمان للست سنسيا حبيبتنا برضو، اكيد برضو صايمه ما بتصومش زي بعضه، هو أكلة خفيفة، هي بتعمل ريجيم أصلا، هتحب الأكل ده. بتوع إيطاليا بقى، هي من إيطاليا، بتوع إيطاليا يبعتوا بقى يقولوا لي الأكل ده يمشي معاهم ريجيم ولا لأ، ولا صيامي ولا إفطاري. ما أنتوا عارفين غالية آخرها بولاق والوراق، مالهاش دعوة بإيطاليا وفرنسا. يا رب النهاردة يكمل. والمهندس مينا ببعت له، صحيح ببعت له الأكل الحلو ده وبقول له كل سنة وأنت طيب. موجود معانا كل حبايبنا موجودين معانا. لو موجود لسه موجود يا ريت يخش بقى يختم معايا. النهارده اخر الشهر اكيد قبض ومشي، روح يفرح بالقبض. عامه كل سنه وهم طيبين وبخير، ويا رب اكلنا النهارده يكون عجبكم وتقدري انت تبدعي في اكلك زي ما انت عاوزه، والموجود في البيت حطيه، وان شاء الله اشوفكم على خير وصحه وعافيه مع الف سلامه وبوسه من غاليه لكل حبايب غاليه. رد الروح ومغذية يا حلاوة الأكلة الشعبية، الأكل الشعبي مفيد لينا بيديم صلبنا ويقوينا، الأكل الشعبي مفيد لينا بيديم صلبنا ويقوينا، الأكل الشعبي مفيد لينا بيقيم صلبنا ويقوينا، ده الأكل الشعبي مفيد لينا بيقيم صلبنا ويقوينا، واللقمة حلال بتكفينا، اللقمة حلال بتكفينا، والبركة حسب حسن النية حلاوة القلب.